بيبسيكو هي الشريك الرسمي للمشروبات والوجبات الخفيفة بإكسبو 2020. فشو بتخبي البافيليونز الثلاثة بولت أو الصاعقة، دروب أو القطرة، وبلاس أو الإضافة؟ هحاول اليوم قدر المستطاع وقبل ما يبلش الإكسبو أنه أعرف بعض الأسرار من مصطفى شمس الدين الرئيس التنفيذي للتسويق لدى بيبسيكو. أهلا وسهلا فيك مصطفى بتواصل إكسترا. أهلا روزو، شكرا على الاستضافة. مصطفى، اليوم بيبسيكو هي الشريك الرسمي لإكسبو 2020 بما يتعلق بالسناكس والوجبات الخفيفة. كيف قدرت بيبسيكو تتفوق على كل الكومبيتيتورز اللي عنده هن كتار وتحصل على هذه الشراكة؟ أخذناها كفرصة لوصول رسائل معينة للمستهلكين، والحقيقة المجموعة اللي شغالين على إكسبو 2020 شافوا إن الرؤية بتاعتنا مع رؤية إكسبو رؤية ملائمة جدا، فهو ده كان السبب الرئيسي إن إحنا يعني وصلنا للشراكة دي. أهم من أي حاجة تانية، إحنا بنؤمن إن دي فرصة لتغيير طريقة الاستهلاك ومفهوم الاستهلاك للمنتجات اللي إحنا بنتكلم عنها اللي هي المأكولات والمشروبات الغازية. حيكون عندكم ثلاثة بافيليونز أسميهم كتير معبرة، يعني عنا The Bolt أو الصاعقة، The Drop أو القطرة، وعنا Plus أو الإضافة. يعني حقيقة أنا كتير متشوقة أشوف خاصة شو في بقلب الصاعقة، بس هدول الأسامي استوحيتوها من المستهلك أو أنتوا ابتكرتوها لتغيروا تجربة المستهلك؟ الحقيقة كل اسم من دول وكل جناح ليه هدف ومكان وجوده، والمنتج اللي يعني العلامة التجارية اللي بنستخدمها في الجناح ده ليها سبب. فذا دروب مثلا هو يعني يعبر عن دورنا كشركة ودور المجتمع في تحسين وترشيد استهلاك المياه. واخترنا العلامة التجارية اللي هي أكوافينا ان هي تبقى هي الهيرو، او هي يعني العلامة التجارية الأساسية. الدروب بيعبر عنها، والدروب الحقيقه كمان ان شاء الله لما تروح الاكسبو وتشوفيه كمان يعني هو في حد ذاته ابتكار كاسم، بس كمان كهيكل. يعني الجناح نفسه مصنوع من 41,000 عبوه معدنيه قابله للتدوير. ده الجناح كله معمول منهم الحقيقه، وحتى الجناح نفسه هيبقى اكسبيرينس مختلف تمام. انت قلت لي مصطفى من الاول انه انتوا المشن تبعت بيبسيكو كومباتبل مع الاكسبو 2020، وعندكم شعاركم تحدي اليوم فرصه للغد، او تشالنج توداي تشينج تومورو. مظبوط. كيف حتعملوا هالشيء بست اشهر ومن هالثلاثه بافيليونز بالاكسبو 2020؟ الحقيقه كل جناح من دول هيبقى في حد ذاته تجربه فريده، بس في نفس الوقت هيبقى عنده رساله. ومثلا الاكوافينا الدروب هيبقى فيه رساله واضحه ازاي نحسن من اعاده تدوير المياه واعاده استخدام المياه. المياه من اهم الحاجات او الموارد الموجوده في العالم، زي ما احنا عارفين مع الوقت ومع السنين اللي جايه لازم نفكر ازاي نقدر نستخدمها بطريقه مستدامه اكتر، ونقدر نستخدمها بطريقه تساعد العالم كله على توفير المياه بطريقه احسن. فده جزء من الرساله. فهو الاكسبيرينس نفسه في الدروب هيبقى اكسبيرينس مختلف، بس اللي هيزور الدروب هيقدر يفهم يعني ايه استخدام المياه بطريقه احسن. كتير انتوا عليتوا البار كونكم اليوم الاوفيشال بارتنر باكسبو 2020. شوفي بعد الاكسبو 2020 سو كيف حتكفوا كل هالرساله؟ والله هي رساله جزء من يعني دي ان ايه بتاع الشركه دلوقتي. يعني احنا كل حاجه بنعملها دلوقتي وفي المستقبل هتبقى عن تحسين الاستدامه، عن الاستدامه دي جزء من حياتنا. واحنا هنستغل فرصه اكسبو 2020 دبي لان احنا يعني نبادر بثلاث ابتكارات في الاكسبو وبعد الاكسبو. واحده منها هي الووتر ستيشن بتاعت اكوافينا اللي هتسمح لاي حد ان هو يروح بازازه واحده ويملاها ويقدر يختار الميه بالنكهات اللي فيها، حتى سباركلينج ولا مش سباركلينج، من غير ان هو يحتاج لعبوات مختلفه. مصطفى بدي اشكرك كثير على وجودك معنا، وانا حشوفكم اكيد بالاكسبو 2020 وحشوف هدول البافيليونز وحنحكي بعد اكثر بالاكسبو 2020. ثانك يو فيري ماتش ونشوفك قريبا. ثانك يو روز. كلنا متشوقين لمعرفه كيف حتطبق بيبسيكو شعارها بالاكسبو 2020 تحدي اليوم فرصه للغد بما يتعلق بالمشروبات والوجبات الخفيفه من خلال ثلاثة بافيليونز وعلى مدة ست أشهر.
شكرا.